صباح الخير يا أحبائي، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا. سنبدأ درسا جديدا من دروس اللغة العربية في الكتاب صفحة 112-113. باص صادق. ماذا نرى في الرسم؟ نرى مدرسة، أشجار، طريق، باص المدرسة، تلاميذ ومعلمة. الباص هو سيارة كبيرة مخصصة لنقل التلاميذ. إلى أين وصل الباص؟ ممتاز، وصل الباص إلى المدرسة. من وصل إلى المدرسة في الباص؟ نعم، وصل التلاميذ إلى المدرسة في الباص. في الصورة تلميذ اسمه صادق. ماذا فعل صادق؟ نعم، وصل صادق مع رفاقه إلى المدرسة. إذن إلى أين وصل باص صادق؟ ممتاز، وصل باص صادق إلى مدرسته. إذن ما هو الحرف الذي يتكرر في هذه الجملة المفتاح؟ أنا اسمي حرف الصاد وصوتي ص، هذا صاروخ. نعم، إنه حرف الصاد وصوته الص. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية. حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. الصاد مع الفتحة ص ص ص ص ص. الصاد مع الضمة ص ص ص ص ص ص. الصاد مع الكسرة صي 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 صي. والصاد مع الساكن ص ص ص ص. الصاد المفتوحة صقر ص ص ص صقر. صاد مضمومة صندوق ص ص ص صندوق. صاد مكسورة صنارة صي 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 صنارة. الصاد الساكنة قصر ص ص ص قصر. هل أعجبتكم هذه الأغنية؟ إذن إلى أين وصل باص صادق؟ وصل باص صادق إلى مدرسته. ما الحرف الذي يتكرر في كلمات هذه الجملة؟ نعم، إنه حرف الصاد وصوته ص. ممتاز، هل صوت الص في وصل باص صادق صوت ناعم أو صوت قوي؟ عندما أقول الص إنه صوت قوي. ممتاز، وصل ص باص ص صادق ص إلى مدرسته.
هيا نتعرف أصوات حرف الصاد. أولاً الصاد مع الأصوات القصيرة، ص فتحة ص، ص ضم صو، ص كسرة صي. صاد مع الأصوات الطويلة، ص آ ص، ص أو صو، ص إي صير. هيا نتابع قراءة الدرس. صي صي، صو صو، ص ص، صو صي. صابون، ر صيف، صر صور، عصام. نتوصل إلى عصام. وصلى، نتوصل إلى وصلى. صاح، نتوصل إلى صاح. صابون، صرصور، رقص، صاح عصام، وصل باص صادق. أنا حرف الصاد، وأنا أحد الحروف الهجائية 28. حين أكتب أرسم على 4 أشكال حسب موقعي في الكلمة. إذا أتيت في أول الكلمة أبدأ على السطر برسم شكل مقوس يتجه إلى الأعلى نحو اليمين، ثم أنزل مرة أخرى على السطر وأمتد بخط مستقيم نحو اليسار لأغلق القوس، وأرتفع لرسم هذه السن، ثم أنزل بشكل مائل على السطر لأمسك بالحرف بعدي. في وسط الكلمة يبقى رأسي أيضا كما هو، لكنني أمسك بأصدقاء الحروف من جهتين. في آخر الكلمة منفصل أبدأ برسم شكل مقوس، ثم أنزل على السطر وأرتفع لرسم هذه السن، ثم أنزل تحت السطر وأرتفع مرة أخرى كالجرن. في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة، أمد يدي من اليمين لأمسك الحرف قبلي ويبقى شكلي كما هو حين أكون مفرداً أي لوحدي. أينما رأيتموني قرؤوني صه. والآن أطلب منكم تحضير هذه التمارين في البيت. لا تنسوا اتبعوا نفس طريقة الفيديو لرسم حرف الصاد، وحاولوا أن تقرأوا الدرس عدة مرات. التمارين سهلة جدا، وأنا متأكدة
بأنكم ستنجحون في تحضيرها بشكل رائع ومميز. وقبل الختام أذكركم، ها قد انتهى شهر نيسان وبدأ شهر أيار، وهو شهر الفرح والطبيعة الخضراء. إلى اللقاء يا أحبائي.